اهلا حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير لا خير، وصحتكم لاباس، اموركم طيبه، عيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، وباش كتمنوا ليكم ولوليداتكم ولخواتاتكم ولكل شيء ان شاء الله يا ربي. امين ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى يهز علينا هذا الوباء ونتجمعوا مع العائله وكل شيء. صراحه هذا العيد كيف ما كنقول لكم ماشي كيف موالف كيكون هنايا البنات. راني كنجمع صراحه، انا منين نط ديريكتومون للجميع، ما نطش اخوتي كاع الفكر زعما في شي حاجه. نضنا فطرنا، اول حاجه درنا فطرنا وانا نكمل مشيت كنجمع للدار، كنجمع داكشي اللي خاصو يتجمع، حيت ما جمعتش صراحه بالليل تال نهار العيد. ما غيجي عندك حد، ما جا عندنا حتى شي واحد، ما وصل عندنا حتى شي واحد، ما عيد علينا حتى شي واحد، غير في التليفون يعني هكا مع العائله في التليفون مع الحباب الصحاب داكشي، غير في التليفون الواتساب وما يدير. صافي هادشي اللي درنا، يعني ما كاين اللي غيجي عندك تحلي بابك وتخليها محلوله، اللي جا مرحبا واللي زعما الصراحه يا ربي يا ربي يا ربي العيد الاضحى ان شاء الله ما يكونش بحال هكا، ويكون الدنيا ترخفات وتكون بزاف د الحوايج تبدلوا ان شاء الله يا ربي. كيف ما قلت لكم هنايا جيت كنجمع الدار، يعني راني يعني كنجمع هنايا الصاله ودايره الموسيقى الصراحه وكنغنيو، وحميد جا هنايا كيعاوني كيجمع معايا داكشي اللي خاصو يتجمع. ما كيف ما كتعرفوا الثقل ما خاصنيش نهزو، ما كنهزش الثقل، حدي هكا الا درت شي حاجه هكا خفيفه وصافي، ما داكشي ديال الثقل لا ما يمكنش. فكي قلت لكم جمعت صالة، بدلت داك الحوفه قلبتهم باش نكاسيو الروتين ديال دائما فيها الكرونه الكرونه الكرونه. هنايا كنمسح هاد السطرات هادو البنات، حيت كيجمعوا الغبره ملي كتحليها كسرجم كيجمعوا الغبره. صافي عاد غادي نمشي باش ندوش باش نوجد راسي لنصاوبو الغدا وداكشي. ملي كيكون العيد غير مع جوج الناس كيدوز نقص، ما كيدوش هو هذاك صراحه، يعني ملي كيكون العيد فيه غير جوج الناس ما كيدوش هو هذاك، خصوصا هذا العيد هذا اللي هو سبيسيال. كيف ما كنعرفوا حنايا مولف عائلات كيتجمعوا هكا ليله قبل، نقول لكم في 27 العائله كتصاوب هادي هادي هادي، كتجمعي كتخرجي تمشي تشري حويجه تشري جليليبه باش تمشي تعيدي على العائله، ديري بزاف الحوايج. اما سبحان الله هذا العام ما كايناش، فانا اختكم شويه روتر وتجمعت الدار وصافي، عيطت على العائله والحباب وداكشي في التليفون وجيت كنجمع داري، كنجمع داكشي اللي خاصني. فطرنا قبل، بعدا الفطور فطرنا قبل الصراحه، فطرنا قبل ما نجمع. صافي هنايا راني كنجمع بيت النعاس وغادي نقادو باش غادي نمشي نسيق. حميد صراحه كان كيغسل داكشي اللي كاين موسخ في الكوزينه ولا صافي. هنايا حيدنا داك الطابلات وداكشي جبناهم بعدناهم، صندلتي دائما وحده راكبه على وحده، دائما وحده راكبه على وحده سبحان الله. مهم بالنسبه للبنات الموضوع ديال اللي بزاف بكم كتسولوا بزاف الاسئله، بعدا واحد النص ديال ماشي النص، النص الكبير ديال البنات اللي وساوني واللي عجبهم الحال وقالوا لي منى برافو عليك انك قررتي توقفي مع راجلك، والنص الاخر الله يهديه كيقول لي نوضي تطلقي، واش نيتكم غنطلق انا في هذا الوقت؟ نيتكم تطلق انا دابا؟ واش 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 ما فهمتش. انا كنشوف داك لي كومونتير ديال دوك الناس كنبقى كنضحك، كنقول لا حول ولا قوه الا بالله. حنايا رغم اننا نشوفوا اللي شفت دابا، مثلا انا نشوف اللي شفت شي بنت كتعاود لي قصه اللي غادي تصدمني لواحد الدرجه ما تصورش، وما نقدرش نتقبلها من راجلي وما نقدرش نقول لها نوضي تطلقي، ما نقدرش. ما كيقول لك حرام تجري في الطلاق، وكنلقى الناس كيقول لك نوضي تطلقي غير كنشوف. المهم هنايا البنات المساند الرسمي اللي هو جافيل، جافيل اتشي اتشي هو المساند الرسمي ديال كلشي. كيف ما قلت لكم حبيباتي، فبزاف ديال البنات قالوا لي برافو انك توقفي مع راجلك غادي باش يلقى بنتو، ان شاء الله نكون انا السبب باش يلقى بنتو ان شاء الله. على كيف ما كان الحال انا غنولي ام، اون بلوس هذيك راه بنت، ورغم انني هي جات صعيبه شويه هي انك ما عرفاش انه عنده بنت، كتبان في واحد اللحظه كيقول لك انا عندي بنت خصني نقلبوا عليها، فهذه هي اللي شويه صعيبه. اما في الاخر ولا الاول ولا داك الشيء ماضي وكيبقى ماضي، غير انا ما قدرتش نتقبلها. يعني كنهضروا انا وحميد، ولكن هضره ثقيله على الخاطر، يعني راكم عارفين ملي كتكوني باقا شاده في خاطركم
فالله يهدي الجميع. هذا ما كان حبيباتي هنايا بديت كنجمعوا انا وحميد درنا اتشي ودرنا التيد في السطل باش غادي يبدا حميد كيرش لي هنايا باش نجمعوا داكشي اللي خاص يتجمع. صافي هنا غادي نبقى كنحك باتشي وجافيل غنحك الارض كيف ما شفتوا داك النهار عاد سيقت تحت السدادر يعني ما يكونوش توسخولي دابا فما ما زدت لا زدادر لا والو ما نزيدش عليا. وهذا راه نهار العيد بدينا العيد بالتسخمال والتسيق باش يدوز العيد كله حماس وحيويه ونشاط. ايوا ملي سالينا التسياق جينا نوجدوا راسنا باش ندخلوا للحمام ندوشوا وكنوجد حويجاتي اللي غنحتاج. ديالي هذا هو باش كنت راسي انا حجباني. البنات اللي كيسولوني على سميتو والله ما عرفت سميتو البكيه ديالو مشات وفي القرعه ما بانت لي السميه ديالو اكزاكت. كتمشي عند مول الماكياج قول له يعطيه لك غير خدي صوريه منين وريته لكم صوريه وديه له غيعطيه لك. صافي فينا لهاد الدار البنات ساليت عرفتو تا تتشفينا تتسالينا تسالينا. المهم انتوما كيف ما كتشوفوا الكوزينه جمعناها كلشي صافي جمعناه مبقاش شي حاجه الصراحه. البلا ديالي الغزالة ديالي صباح الخير صباح النور صباح الورد والياسمين كي صبحتوا لاباس عليكم بخير نتمنى يا ربي تكونوا كاملين صبحتوا بخير وانا خير. المهم حبيباتي كيف ما شفتوا معايا دخلت الدواش تساليت قديت شويه وجهي صراحة فطرنا قبل ما ندوش ودابا غادي نقاد واحد الطعيمه غادي نصاوب الطعام لهذا الغداء. وجيت نشارك معكم الطعيمه ديالي راكم عارفين صراحه العيد ما دايش صراحه بالنسبه ليا العيد ما دايش صافا 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 شوف شعري باقي فازك. العيد ما دايش بالنسبه ليا زوين كيف ما كنت باغا انا كيف ما كتعرفوا كاينه غير انا وحامد تات عطيت ما كاين حتى شي واحد معانا بوحديتنا في الدار. فراكم حاسين انه ملي كيكون واحد الانسان بوحديتو وما كايناش الجماعه فما كيكونش شي عيد شي عيد. كي قلت لكم روطار شويه ما نطش بكري حيت الصنباله ما قدرتش وانا نوريكم على بيتي. حبيباتي هذه هي بيجامتي شوفوا انا حيت الصنباله اللي حطيتها هذه هي بيجامتي ها هي هكا دايره طويله كتجي مزيونه. الاخرى ما بغيتش نديرها محيت فيها سميتو محيت قصيوره شويه هذيك ماشي دابا ماشي ديال العيد. يو هذا ما كان البنات للاسف كنت غادي نصاوب الطعام لكن القرعه الحمراء لقيتها شوف كامله ولات بحال هكا كامله خسرات كامله فما عرفتش نصاوبني للاسف الشديد معليش. مهم بنات كيف ما قلت لكم هنايا جيت نقشر البصله ديالي باش غادي الاخر اقبح حاجه تقدر توقع لك والله الا ضحكت اقبح حاجه تقدر توقع لك هو انك تبغي تشهي شي حاجه تكون في بالك ودايره نايضه غتصوبي داك الحاجه باش تاكليها وفي الاخر ما تاكليهاش. والله العظيم الا تصدمت وبقيت كنغوت وما عجبنيش الحال والله كتجي خايبه.
هنا البنات درت الدجاج في الكوكوط، ومن بعد غادي نزيد عليه العطور العادي جدا. غادي نديرو غير واحد الكوكوط ديالنا ديال اصلا والله الا هي كنت مشهيه، حتى الدجاج بالسلاوي كنت مشهيه. السلاوي هو السلاوي، السلاويه ماشي سلاوي، القرعه السلاويه. واحد القرعه كتكون ماشي بحال القرعه الصغيره اللي ديال العماره، كتكون هاد القرعه بوحديتها كتجي بنينه، خصوصا الا كانت عندك اللحم كتجي فنه. وزدت عليها جوج ريسان ديال البصله ونخليها تشحر، عاد نزيد عليها الماء. ناري انا راه ما صالحاليش المكياج، انا ما كيصلحليش المكياج. يا ناري، والبصله البصله البصله خرجت عليا. ملاقينا هاد العيد بالدموع. شوفوا شوفوا شوفوا، ورا مقبيله وانا كنمسح، مقبيله وانا كنمسح. والمشكله راه ما قدرتش، ما قطعتهاش، راه ما قطعتهاش، عطيتها لحامي قلت له اجي قطعها باش ما غير ريحتها. انا ما صالحليش المكياج، مسح. انا والله ما صالح لي شي مكياج، الفوندوتا ما كتصلح لي شي مكياج. يا ربي، واه يا نار، ويلي ويلي ويلي، صبرت الله العظيم. هذا ما كان البنات، طيبت نصبت القريعه، غندير قريعه بسبسيه ديالي مع الدجاج. كنت باغا ندير الصراحه الكسكسو مشهيه، كسكسو لواحد الدرجه ما تصورش ما تصورش ما تصورش. مشيت للقرعه الحمراء لقيتها خاسره، عندي داك الثلاجه كتضيع لي بزاف الحوايج كتجمدهم، خسرات صافي. ما عندي ما ندير دابا، غادي نصبر وصافي. قال لي حميد غدا ان شاء الله، ولا بقاش ما حلو داك الساعه يجيب لي القرعه الحمراء باش ناخذ. شوفوا السخانه فين مطرطقه لي هنا. هادشي ما كان هكا كيدوز العيد ديالي، دوزتو بتمارا، دوزتو بالجميع، دوزتو بالتياق. ما كاين شي حاجه يعني سبيسيال درناها، ندنا فطرنا. دابا غادي نتغداو، يعني ما شنو نقول لك، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن حاجة هي الجماعة. شوفوا مني كتكون عائلة مجموعة راه أحسن حاجة، راه إن فوا تكون عائلتك مجموعة وجالسة في وسطهم وهادي وهادي وهادي، راه ديك الحاجة ما دايراش، راه ما كاينش بحالها. الله لا يحرم شي حد من عائلته. هذا ما كان وصافي صافي. ما كان البنات، طيبت نصبت القريعة، غندير القريعة بسبسيه ديالي مع الدجاج. كنت باغا ندير الصراحه الكسكسو مشهيه، كسكسو لواحد الدرجه ما تصورش ما تصورش ما تصورش. مشيت للقرعه الحمراء لقيتها خاسره، عندي داك الثلاجه كتضيع لي بزاف الحوايج كتجمدهم، خسرات صافي. ما عندي ما ندير دابا، غادي نصبر وصافي. قال لي حميد غدا ان شاء الله، ولا بقاش ما حلو داك الساعه يجيب لي القرعه الحمراء باش ناخذ. شوفوا السخانه فين مطرطقه لي هنا. هادشي ما كان هكا كيدوز العيد ديالي، دوزتو بتمارا، دوزتو بالجميع، دوزتو بالتياق. ما كاين شي حاجه يعني سبيسيال درناها، ندنا فطرنا. دابا غادي نتغداو، يعني ما شنو نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله. احسن حاجه هي الجماعه. شوفوا مني كتكون عائله مجموعه راه احسن حاجه، راه ان فوا تكون عائلتك مجموعه وجالسه في وسطهم وهادي وهادي وهادي، راه ديك الحاجه ما دايراش، راه ما كاينش بحالها. الله لا يحرم شي حد من عائلته. هذا ما كان وصافي صافي. دابا البنات الدجاج دابا هو كيتشحر، كيف ما كتشوفوا هو بدا كيطلع في التشحيره. غادي نخليه يزيد يتشحر واحد شويه، وغنزيد عليه غير واحد كوي ديال الماء ونسد عليه، ومن بعد عاد غادي نقاد القرعه ديالي ونزيدها عليه. شفتوا ما كرهناش كون كنا كنخدموا هكا بهاد الطريقه بهاد الزربه هادي، ماشي غير في المونتاج. نكونوا اصلا كنطيروا، والله ما كرهت حق الله العظيم، ما كرهت نكون بحال هكا باش تسالي شغلك دغيا. صافي هنايا البنات غنغسلهم باش غادي نقطعهم على ما طيب لي الدجاج شويه، وغادي نلوح عليهم هاد القرعه. غير الكوكوت ديالكم ما تبقاوش ديروا فيها الماء بزاف، حيت الدجاج القرعه كتطلق الماء، فهمتوا؟ البصله كتطلق الماء، القرعه كتطلق الماء، فديروا غير كويس هكا كويسونس كاع الماكسيموم باش يطيب الدجاج وصافي. داك الساعة لوحوا القرعة ديالكم تيطيب شوية شوية، سمحولي.
السلام عليكم الخوص، كي دايرين؟ بخير. واش راكم مبروك تعيدوا تعاودوا باش كتمناو؟ والزوجة العزيزة هي باغي تعيد عليكم. عزيزة لطيفة. السلام عليكم خوتي خواتاتي لي زابوني ديالي. كيضحكني حميد، كيضحكني حميد ملي كيبقى يجي في هذا الكاميرا، كيجي في هذا الكاميرا وكيبقى غير كي راه كاعية كاعية. الله يسامح، كتهضر ببرودة. الله يسامح، لا هو عشر كدا وهذا يقولي انا ما عرف شي حاجة، انا نسيت داكشي سمو داكشي قبل ما نعرفك، قبل ما تعرف اصلا مرتك الاولى. المهم هذا الموضوع هذا وبلي دابا بغينا نعيدو عند الناس، بغينا الله اكبر على الحق، بغينا نعيدو، عيدنا عليكم حميد، ها هو عيد عليكم. وهذا ما كان حبيباتي، صافي هويا اللي عرفتو واحد العيا فيا، حق الله العظيم فيا واحد العيا. غدا ان شاء الله حيت ما غيكونش العيد يمكن رافق حتى الساعة العشية. ممكن كومي، واخا حنا ما فقناش بكري ولكن كومام، يعني ماشي بحال غدا نوض حتى الساعة العشية. هذا ما كان البنات، عيد مبارك سعيد، دخل عليكم الصحة والسلامة. باش كنتمناو ان شاء الله. باي باي زوينات ديالي، هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم وارتحيتوا فيه، والله يكمل على كل وحده بداكشي اللي باغا في حياتها، والله يسهل عليكم كاملين داكشي اللي كتمناوه في حياتكم. وعيد مبارك سعيد، ويدخل عليكم مرة الثالثة والعشرة والعشرين بصحة وسلامة ان شاء الله. احسن حاجة نتمناوه هو ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء وهذا ما كان. بيزوليكم كاملين وحده بوحده.